بما ان الجو حلو فلازم نطلع الحين. حد يكلمني. المهم بالحساب الطالب موجود تقدر تشتري، لكن ما ادري كيف راح تشتري. مثلا متجر الامارات تقدر تشتري اونلاين تشتري، او ان مثلا من موقع ابل تخلي ايميلك نفسه، تفتح ايميل نفسه وبتشتري من موقع ابل، ما انه في الاب ستور موجود. ففي موقع ابل تضغط عليه وتقول لهم انه طالب، على حسب الدوله حقتك. انا ما اقدر افتي، يعني مثلا السعوديه ما ادري كيف، في امريكا هنا نجي نطلب نحط فريفاي ان احنا طلاب، لان الجامعه حقتنا في امريكا هنا يعطون ايميل طالب خاص ات والجامعه حقتك بعدين اي دي يو. ما ادري كيف في السعوديه وكيف تسويها الطريقه، فكل دوله تختلف كيف توثق انك طالب فيها. فاتمنى شخص يعني ما يسالني لاني ما اعرف كيف الطريقه. اتوقع في السعوديه مثلا، اذكر من زمان يعني قبل 15 سنه وكل شيء، فاذا كنت تشتري شيء عندك بطاقه طالب تكون. اذكر في القطار برضو بطاقه طالب يصير خصم عليها، لكن ما ادري الحين. ما ادري ابل ما تاخذ اقتراحات من برنامج الفيدباك. الفيدباك تعطي ابل عن سلبيات النظام حقك بان عندك بيتا، ما تعطيها اقتراحات لحق شيء في المستقبل تبي تسوي. ابل تسوي الشيء اللي تبيه، يعني لو ان تبي تسوي الشيء حق الاشخاص اللي يبونه، ما اتوقع انك اكتشفنا الخصوصيه والاشياء دي. ابل حطت لك اشعار ذا، هي طلعت اشعار ذا حطت لك اياه ان البرنامج هذا ياخذ منك، فالمبرمج نفسه يستحي وما يحطه. يمكن في السوفتوير القادم تسويها ابل، بس ان ابل ما تقولك. لو تقول لا وين تقول حق ابل؟ قالك اوكي ما راح تاخذ منك شيء يعني، قالك اوكي بس كيف نحن كذا. فانك تقترح حق ابل تسوي شيء، سنين يمكن يقترحون حق ابل ان يحطون تفتح برنامجين في نفس الوقت في النظام، ما سويتك اياها ابل. سنين يقترحون على ابل من يعني قبل 10 سنوات يبون يحطون جافا، ما حطت لك اياها ابل. يعني في اشياء كثيره اخذها من قاعده ابل تحط الشيء اللي تبيه، والاقتراحات مش على شيء في المستقبل تبي تسوي ابل، ما تاخذ من اي شخص شيء تبي تسوي ابل قدام. فبس هي ذي الحركة اللي طلعت عندك، ترى توه طالع من الايوس 14 قبل ما كنا نعرف. ابل حطتها بس علشان يمكن بعض المبرمجين يستحون شوي. في بعض المبرمجين استحوا، يعني مثل توقع عندنا هنا شو اسمه الكافي ذا ستاربكس استحى شوي، لكن بعضهم لا ما استحوا. يمكن لان سمعت في اخبار ان الايوس 15 القادم راح يكون برضو خصية برضو اكثر، يمكن خصية من الخصيات انه تطفي هذا الشيء. لكن ان الحين تقدر تطفي المايك، تقدر تطفي الكاميرا، تقدر تطفي الاشياء الخفيه، لكن تطفي النسخ واللصق ما ادري كيف يحطونها. يمكن قصدك الايباد ام 1، الماك اوريدي منطقي الام 1، لكن انت لو انك مكان ابل شو تسوي؟ يعني تبي تقتل الماك؟ ابل ما راح تقتل الماك، هذا اللي قاعد افكر فيه. يعني انت لازم تحط نفسك بمكان الشركه، انت تقول لها يلا خلاص نزل الفاينل كات وكل شيء في الجهاز حقك وسوي نفس الماك. يا اخي في كل مكان اروح في ازعاج. فاذا سوى ذي الحركه اقتلت الماك. يمكن تنزل لك الفاينل كات لكن تحدد القوه حقتها ما تسوي نفس الماك. ممكن ما ادري، يمكن ما تنزله، في اشياء هي قاعده تشتغل عليه صح، لكن عادي في النهايه يقول لك لا خلاص ما بينزله. انا اسوي كذا، هم لازم يدرسون برضو كم الخساره حقتهم اللي راح تكون على قطاع الماك. كراش عندي في المنطقه دي، شوف في الصيف حلو، في الشتاء هنا يعني 8 شهور 9 شهور ممتاز ما بيد الصوت، لكن في الصيف ما يجلسك من النوم الا ذا، يجي لك من الساعه 6 7 الصباح شيل الزرع كذا. المكتبة دي كانها مكتبة جريدة قلت لكم عنها ذيك المرة، كانها مكتبة جريدة تذكرني وقت رجوع المدارس جرير. وبعدين مش ليش اتذكر مدهش برضه في دبي، مدهش عبد المدارس والله ذيك الايام مدهش وجنجلاند وعجبان على قناة عجبان ذيك. دي حركة حلوة الاستيكرات، في كل مكان استيكر بس تقدر تشيله اي وقت على الطاولة، تسوي هيجي تستخدمها بس هذا كل شيء تبي تسوي ترى. يعني It's my turn to sit in here. يا الله. للايباد لا، ابل ما راح تقدر تسوي شيء، لان مش بس ابل، الشركات كلها. وهذا الشيء طبيعي من شهر 2 وانا اتكلم، يعني لو تشوفون التسريبات حق الايباد والمؤتمر
نشرتني وانا اقول في الفيديوهات كذا فيديو قلت اللي يبي يشتري الايباد لازم في اول دقيقه يتوفر فيه تطلب على طول طلب مسبق ما راح اطلب اتاخر يعني ليش توفر ابل الايباد برو الام ان الان ويعني تلبي الطلبات وما لبت الطلبات السنه راحت في شهر 3 بعدها بشهر الام ون مش الام ون 2020 الايباد السنه راحت يوم تاخر الاشخاص ما طلبوا في شهر 3 يوصل لهم شهر 9 10 فالحمد لله انك تطلب الايباد الحين يبي لك شهرين على ما توصل في امريكا ما ادري في طول العالم الثاني متى فابل اعلنت وتكلمت الشهر اللي راح قالت ان ابل في الربع الاخير الان في الصيف الربع الاخير قصدي من شهر 6 الجاي راح تخش في المشاكل نفس الشركات الثانيه ان ما عندهم كميات فشيء طبيعي فعادي ابل عارف هذا الشيء استقل التجار شيء طبيعي في كل منتج ابل تحاول لكن مستحيل تقدر تسوي شيء وكل يعرف يعني قبل ما من شهر 2 واحنا نقول فطيب الايباد مثل ما قلت لك طلبوا من البدايه ما راح تطلبوا من البدايه هذه المشكله اللي صرت فيها الحين واللي الكل راح يصير فيها وقد يعني انا بالنسبه لي افضل من الشهر يعني السنه راحت والله يعني الحين تقريبا باقي اسبوع او الحين يعني خذ شهر من فتح الطلب المسبق للايباد وانك لو طلب الحين يبي لك شهر وشوي على ما يجيك او شهر شيء حلو احسن من السنه راحت والله سؤالك طويل الثاني ما هل تتوقع ما ثبت انا كذا والله بس المهم ان في ماك بوك توقع الشهر القادم ينزل مع المؤتمر القادم المتوقع ام 1 اكس ممكن ايباد اير ممكن بس الام 2 ما راح ينزل الحين خلنا ناخذها كذا نفس الشركات الثانيه ممكن ابل تسويها ام 1 او ام يكون على نهايه السنه ام 1 ام 2 ام 3 على نهايه السنه بعدها بست شهور الاكس حقه كذا يمكن يكون عدل اذا سويت ابل كذا فنمشي على المود عدل فمثلا الاي 14 مثلا وبعد 6 شهور اي 14 اكس يعني نصف او نهايه السنه الام وبدايتها او بعد 6 شهور يعني نصها اكس كذا يكون حلو كل 6 شهور يعني معالج ف كذا عدل فالام 2 يمكن على نهايه السنه وبعدها بست شهور في نفس هذا الوقت بعد سنة M2X مثلا كذا نمشي نفس بصير حلو كذا يترتب أبل عندها حين القدرة أن ترتب معالجاتها وترتب إن تنزيل أجهزتها يعني الآيفون مرتب ماشي زي الحلاوة الإنتل مع اللابتوباتها ما كانت مرتبة أول الآن تترتب ونمشي ماك بوك إير يمكن ينزل لكن لو بينزل بس شكل جديد M2 أو M1X ما راح ينزل لنا يمكن نهاية السنة ممكن M1X الشهر القادم يمكن ماك بوك كبرو 14 أو ماك بوك كبرو 16 انش في فيديو راح ينزل إن شاء الله فيديو راح أسوي إن شاء الله رتب بس معلوماتي كل شيء بسويه مع الماك ميني برضو X ولا شيء أشخاص يقولون لك ليش أحط ستيكر على اسم الشخص خصية الشخص لأن بعض الأشخاص يقولون لي أتحط وبعض من زمان يعني بس خلاص بعد تقولي وانت ما تقولي بعضهم حطوا ليش حطيت حطهم كلهم كذا وخلاص فك نفسك الشخص اللي يحط ما حط اسمه والشخص اللي ما يبي يحط اسمه حط اسمه ولا ما خلاص من البداية كذا وخلاص الله ذكرني في ايام ذا حلو الحركة بس انك اقدر تسويها 3D برنت ارخص مني بواجد يعني شيل بس القاعدة ذي مع حان للمكسيف وشاحن ما نبي الشاحن يعطيكم العافية هذا الدانجل صار 15 ذي الشركة مسوي ألوان مسوي يعني آي ماك 24 إنش هذا الغلاف نفس اللي عندي ذي بس الشركة غير والله تحتار شوف هذا دانجل بس وهذا غلاف لحق ايربودز هنا قطعة كاملة الوايرلس دي البتوت 15 قيمة الغلاف ده او هذا الغلاف هذا الدانجل والله كبير هذا 17 انش بس الحلو فيه انه شغال الحين ما حد يستخدم بس كذا محطوط متروك ما حد يستخدمه سمع صوت الهواء مرارة هذا بد كده ومشتغل مراوح بس العرضة مراوح كده بدون شيء كيف لو استخدمه $500 i5
حق مدرسة والله 1800 مرة حق مدرسة مثلا الدراسة حلو هالكبر تجلس في الكلاس ومدرس يشرح ب 17 انش تقدر تشوف افلام تجلس كذا ومدرس يشرح بدا يرجع الضغط عليها تاخذ حبوب تشتغل معك كويس تقدر ثلاث ساعات اربع ساعات ترجع مرة ثانية تنتظر ست ساعات تخلص عشان ترجع تاخذ ثاني. سويت لكم فيديو علشان الاشخاص اللي يبون يفرقون بين الميني ليد والال سي دي. الفيديو هو اصلا فيديو راح يكون حق مراجعه الايباد كامل لكن والله الشعر كلش لكن اجتزأت ايش رايك كلمه اجتزأ فرش فيها ما فهمت السالفه هذا يعني المقطع هذا عشان يعلمكم الفرق وبرضو في نفس الفيديو راح احط الفيديو الصغير هذا راح احط الجيك بنش لحق الام 1 ب 16 انش 16 ام 1 بال 16 جي بي يو والام 1 بال 8 جي بي يو وال 12 زي بال 6 جي بي يو اوكي 6 جيجا جي بي يو كلهم فاللي يقول في فرق في الاداء بين ال 16 وال 8 مع انه ما له دخل في الاشياء لكن راح يشوف الفيديو هذا واللي يقول يبي يعرف الفرق بين الايباد القديم والايباد الجديد في الجيك بنش يشوف متى راح انزله؟ انا خلصت الفيديو قبل شوي وتركته في الجهاز هناك الايباد علشان يرتب في الاي كلاود بعدين راح اشوفه في الايفون قلت. توني اكتشفت ان الايفون قاعد يرفع اشياء فما راح يوريني الاشياء اللي رفعها هناك الا لما يخلص الرفع اللي هنا. فهمتوا الحركه انتم؟ واكتشفت برضه توني اتذكر ان الايباد هناك قاعد يرفع فيديو 23 جيجا فلازم يخلص رفع الفيديو 23 جيجا بعدين يبدا الدور حق الفيديوهات الثانيه لانه مش بس هذا الفيديو قاعد يرتفع. يجي الدور حق هذا الفيديو اللي رفعته هناك عشان يوصل لي هنا فهمتوها صح طويل السالفه لكن ننتظر الانترنت هذا الشخص جالس هنا ستاربكس لكن الفيديو راح يكون مفيد للاشخاص والله العين خلاص لكن الفيديو راح يكون ممتاز للاشخاص اللي يبون يشوفون الفرق بين ال LCD وال OLED او مش ال OLED الميني LED لازم لكن لو بتشوف الفيديو بتحس انه نفس الشيء ويغرر تنتظر الطلب حق جي الطلب حق حق زوجتي باقي كذا راح تشوفون الفرق بين الرام هل راح تعطيك اداء اعلى يعني الجهاز مثلا متعلق شوي ما بقادر يسوي يعطي الاداء الكامل بسبب الرام ولا ما راح يعطيك وتشوفون الفرق بين المعالج القديم والجديد فراح تعرفون ان الرام اختلاف الرام هل في فرق في الاداء ولا ما في فرق وتشوفون الفرق بين المعالج برضو فتغرون كذا وتعرفون ان الفروقات راح تكون من المعالج ما راح تكون فروقات من الرام اوكي اني حرقتها معاكم علمتكم انه ما في فرق بين الرام الاقل بس اهم شيء تشوفون الفرق وصل طلبها الحين خلاص خلاص تنساها انتظر انه يوقف المطر كم تحت مطر انتظر انتظر فتحت الطقس بشوف متى يوقف الطقس حد يعطيك تقريبا 24 ساعه فرحت لين 24 ساعه من بكره والى الان يطيح مطر فلو بنجلس ننتظر ننتظر لبكره ونشوف بعد يوقف لو ما راح يوقف المطر والله وقف يعني بس اتوقع انه بيرجع يطيح شوي شوي اليوم وفي الطقس الان يقول لك انه يطيح مطر الاشخاص اللي شافوا السؤال قبل شوي ما جاوبت عليه حذفته مره ثانيه الاشخاص اللي شافوا السنابات يعرفون اني حذفته ليش؟ لانه ما اقدر اجاوب عليه الحين بسبب ان بنتي تبي تطلع الحين ليش طالعين برا؟ لانه يطيح مطر والحلوه تبي بس تبي تجرب المظله فطلعنا برا المظله موجوده عندنا من قبل موت المولدي لكن ما ادري شافت في التلفزيون الا تبي تجرب امبريلا الحين استانس اليوم اهلين اخوي احمد انا بسالك هل ممكن ينزل برنامج الايتونز اللي على الكمبيوتر على الايباد خصوصا ان الايباد الان موجود فيه الام 1 وان الايتونز كل الناس تحتاجه يعني مثلا يوم من الايام خرب عليك جهازك جوالك مثلا تحتاج انك تشبك على الايتونز عشان مثلا تفرمته ولا عشان تحدثه ولا عشان تاخذ باك اب فبرنامج الايتونز جدا ضروري فانا ما ادري هو ممكن ينزل على الايباد او لا لان اذا كان ينزل على الايباد هنا اقدر اقول ان الايباد يغنيك على الكمبيوتر لان خلاص ما تحتاج الكمبيوتر نهائيا لكن لما يكون عندك جوال يكون عندك ايباد يخرب عليك جوالك تضطر انك تدور لك كمبيوتر تروح مقهى او تروح اي مكان ثاني عشان بس تشبك جوالك وتسوي له صيانه مثلا تفرمته وتنزل تحديث جديد فأنا أعتبرها مشكلة هذه بشركة أبل إذا يعني السوفتوير والهاردوير يدعم أنك تنزل آيتونز وما تنزله طيب سؤالك جميل والكل فكر فيها وأنا فكرت فيها وتكلمت عنها من زمان لكن
قد ما افكر في ذا الشيء طلعوا لي الخيره الثانيه. كبدايه الان مش الان من قبل سنه لسنتين السفاري اللي موجود في الايباد كان من قبل او مثلا الايباد كان اي او اس، يعني مثلا فتحت موقع او فتحت مثلا مثلا فتحت الواتساب في الايباد كان اول اللي فتحته راح يقول لك مثلا في الماك او اس، او اذا كنت فتحت في الماك او اس في الماك او في الاي او اس مستعرض مثلا، وقيس على ذلك اي برنامج ثاني حتى سفاري مثلا تويتر اللي فتحته في سفاري في الايباد وفتحت بعدين اكتيفيتي في تويتر، تعرف الاجهزه مثلا او الاجهزه اللي شبكت عليها من حسابك تشوف ما يكتب لك ايباد يكتب لك ماك او اس. كان اول سفاري في الايباد مرتبط على الاي او اس كانه جوال، لكن السنتين اللي راحت ابل حولته من الايفون من الاي او اس الى الماك او اس سفاري نفسه. برضو الفايل برنامج الفايل هو نفس الفايندر، نفس حركه الفايندر الموجود في الاي في الماك او اس نفسه هو الفايل هناك، نفس الديزاين نفس كل شيء. ابل ما ادري ليش ما سميته فايندر، يمكن تسميه في المستقبل فايندر، لكن قربت كثير باقي الاسم بس يتغير. هذا في الايباد. في الايفون نفس الشكل، لكن في الايباد تقدر تركب في يو اس بي كل شيء يطلع لك هناك، لانه هو الفايندر في الماك نفس الحركه تحط اليو اس بي حقك يطلع كان جهاز الكمبيوتر يعني في الويندوز قصدي. ف ابل الان عندها خيارات، من الخيارات اللي وصلت لها الان او الاشياء اللي وصلت لها برضو انك اذا ركبت الايفون في الايباد مثلا الحين الايباد حقك ركبته بنفس الحركه هذه بالي اس بي سي الى الايفون مثلا، شو اللي راح يجيك؟ راح يتعرف الجوال الايفون على الايباد. اذا تعرف الاشعار اللي يجيك في الايباد انك الوثوق لحق الجهاز، الوثوق لحق الجهاز نفسه كانه وثوق حق كمبيوتر، يعني انا لو حط الايفون حقي في الكمبيوتر او في اي كمبيوتر موجود راح يجيك وثوق هذا الجهاز تبي يشبك الايفون فيه ولا ما تبي يشبك، علشان خصينا مثلا واحد من الشباب ماخذ جهازك مثلا ولا شيء ما يعرف رقم السري خلاص ما يقدر يتعرف على الكمبيوتر عشان ما يسرق اي شيء منه، فتقول له اوكي وثوق ويقول لك حط رقم السري حق جهازك عشان تتوثق عشان يتفعل الايفون في الكمبيوتر يتعرف عليه. فالحركه دي نفسها في الايباد، ابل الايباد حقك والايفون حق، يعني الجهازين نفس اثنينهم حقين ابل. ليش اذا شبكت الايباد في مع الايفون في نفس السلك اللي قبل شوي وريتك اياه يقول لي انه كمبيوتر، ليش ما يقول لي ايباد؟ فإذا لو أتعرف عليه مثلا الحين أوريك مياه مثلا الآن شبكته مشبوك، إذا فتحت الصور عندي راح يطلع لي الآيفون هنا في الجنب مثل ما نشوف طلع الآيفون حقك في الأجهزة، أضغط عليه يفتح لي الصور وكل شيء اللي في الآيفون عندي وما نقلتهم أنا مثلا أقدر أنقلهم في الآيباد على طول تلقائي، لكن لو فتحت الفايل ما راح يطلع لي هنا. هذا الشيء اللي باقي يسوونه أبل. ليش قلت لك ذا الشيء؟ ليش ما قلت لك إنه يحطون الآيتونز؟ لأنه من السنة اللي راحت أبل كنسلت الآيتونز من الماك وخلت الشغل كله في برنامج فايندر. في الويندوز أوكي في آيتونز تفتحها وتسوي كل شيء، في الماك ما في آيتونز كنسلتها طلعت لك الصور لحالهم. فالألبوم الصور انحذف طلع برنامج الحالة، أبل تي في صار برنامج الحالة، يعني الأشياء اللي موجودة في الآيتونز كانت أبل مجمعتهم فرقتهم، ولكن تبي تشبك الآيفون حقك في الماك لازم تفتح برنامج فايندر اللي هو فايل هنا. أوكي هذا الشيء. فأبل بس باقي تعرف الآيفون في برنامج الفايل عشان يشتغل ويتفرمت مثل الآيفون. لكن نجيب طريقة ثانية، هذا السبب الثاني اللي أقول لك ما ودي يسوونه كذا. تجربات حق الآيفون القادم إن الآيفون يكون بدون سلك. فالآيفون إذا كان بدون سلك كيف راح تفرمته؟ الآيفون القادم يمكن السنة هذه السنة الجاية إذا كان بدون سلك فراح تفرمته من نفس الجهاز، يعني لا تعلق الجهاز عندك تقدر تدخله في الريكفري مود وتفرمته من نفس الجهاز، نفس الكمبيوتر نفس الماك. الماك ما يحتاج تحط فلاش ولا شيء عشان تفرمته، تقدر تدخله في الريكفري مود وتفرمته من هناك. هذا كان في الايفون، راح يحطونه في الماك. في الايباد يمكن لان الايباد الان انت تبي الايفون يتفرمت في الايباد. طيب والايباد يتفرمت وين؟ الايباد الان اذا صار في شيء لازم تركب في الكمبيوتر، الايباد فورمات الايباد لازم تركب في الكمبيوتر. فانك انت يعني عندك ثلاث اشياء، عندك كمبيوتر يقدر تفرمته من نفسه بدون اي شيء، عندك ايباد اذا علق ولا شيء راح تفرمته في الكمبيوتر، عندك ايفون تبي انت تفرمته بالايباد. فالافضل انك الايباد اول شيء تخليه مستقل،
هذا يمكن اول خطوه تقدر تسويها او تسوي خطوه الايفون تخليه مستقل انك تقدر تفرمت من نفسه بسهوله. اثنين هذي تقدر تفرمت ما يحتاج هذا يحتاج هذا او هذا يحتاج هذا, خل كل واحد لحاله مثلا انت بكيفك. يعني تخيل انك تدخل الايفون في ريكفري مود فرمت الحاله, دخل الايباد في ريكفري مود فرمت الحاله, الماك اوريدي موجود في الحركات وتقدر فرمت الحاله, او تفتحهم اثنينهم مع بعض ادري. لكن لازم تفكر فيها كذا, يعني ما تفكر ان هذا يكون يستقل او هذا يحتاج هذا عشان يتفرمت, ان هذا اوريدي هو يحتاج الثاني عشان يتفرمت. قسمت لك انت فكر فيها وشوف. يعني اما انا بالنسبه لي من زمان ما احتجتني فرمت الجهاز, كل فرمتها بالشيء خفيف, لكن حاجه من على وقت الايفون او ذيك الفتره انه كان الايفون اول ما تشتري لازم تحطه في الايتونز عشان تشغل الايفون ذيك الفتره. يمكن بعدها جاء الايكلود, ما الايكلود ما احتاج افرمته وراكبه الا احيانا, يعني مثلا نزلت بيتا برجع الاشياء دي اوكي. ف ما ادري الايباد, انا بالنسبه لي الايباد اذا كان الحاله بدون فورمات يعني يستقل الحاله, بعدين نفكر في الجهاز اللي تحته كذا, يعني خليهم نمشي بالتدريج. او فيما بعد اذا كان الايباد او اس هذا ودا الاي او اس اصلا نرديهم اثنينهم جهاز واحد, كملهم مع بعض وافتح لي فايندر او الفايلز, سمي فايندر وخلاص نزل لي كل شيء وانا بكيفي بعدين. وخلها ميزه انك تفرمت ال تفرمت الايفون بالايباد, ما ميزه يعني ما اشوف فيها شيء.